ولقد رآه، أي رأى جبريل عليه السلام على صورته في الأفق المبين، رآه، رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الملكية، رآه فوقه في بطحاء مكة في الأفق وهو عنان السماء، رآه رؤية عيان. ثم قال جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته مرة ثانية عند سدرة المنتهى ليلة المعراج. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، مرة في مكة ومرة في الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى. وما عدا ذلك فإن جبريل يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، وعنده أصحابه يرونه رجلا لأنهم لا يطيقون رؤيته على صورته الملكية.